بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. معادنا النهارده في دراسه سفر الرؤيا في الجزء الثاني من الاصحاح ال11 ابتداء من العدد التاسع. هنقرا مع بعض ابتداء من العدد التاسع في اصحاح 11 وبعدين نتامل في كلام الله ونستخرج منه ما يبني حياتنا ويفيدنا. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما 3 أيام ونصف ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمت بهم الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض لأن هذين النبيين كانا قد عذبا الساكنين على الأرض. ثم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقف على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما اصعدا إلى هاهنا. فصعد إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداءهما، وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزال أسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. الويل الثاني مضى وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ولمسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين، و24 شيخا جالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت، وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا، ولتعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم، والمجد لله دائما أبديا آمين. في زمن ضد المسيح هيظهر شاهدين، والأباء كلهم أجمعوا على أنهم هما إيليا أخنوخ وإيليا، وسبب أنهم لم يعين الموت، وكأن الله قد يعني أجل موتهم لحد ما يظهروا يقاوموا ضد المسيح ويشهدوا للإيمان بالمسيح، ثم يسفك دمهما من أجل الإيمان بالمسيح. ضد المسيح هيضل المسكونة كلها، يظهر بعد العجائب والمعجزات، فهيأمنوا به بعض اليهود اللي هم يتخيلوا أنه هو هيبني ليهم الهيكل وهيعيد ليهم المجد القديم، وهينضم ليهم بعض المسيحيين اللي عايشين بطريقة مادية وبيعشموا أن المسيح هيجي عشان يملك ملك مادي على الأرض، وهتقوم حرب عظيمة وهيسفك دماء الشاهدين وهيمثلوا بجثثهم وهتبقى فيهم شماتة. ولأن هو هيبقى مقيم في أورشليم المدينة العظيمة، طبعا هي عظيمة لأنها عظيمة في خطيتها مش في عظمها مجدها يعني، فإن في ممثلين عن كل الأجناس والشعوب هتبقى موجودة في المدينة الكبيرة. وهنا بقى في العدد التاسع ابتدى يتكلم على المنظر اللي هيحصل، إن في أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم هيشوفوا الجثث بتاعة الشاهدين 3 أيام ونصف، برضو عدد رقم 3 ونص بيجي تاني أهو، وهيسيبوا جثثهم مطروحة من برة مش في القبور عشان يشمت بيهم الساكنين على الأرض ويتهللوا ويشمتوا فيهم. طب إيه السبب كده؟ إنهما تملي رجال الله بيتكلموا بكلام مستقيم وأمين، فالعايش في ضلال أو في غلط ضميره بيتعب من الكلام بتاع رجال الله، فلما يحصل لهم أذية يشمت فيهم ويفرح فيهم. المعجزة بقى هنا إن بعد 3 أيام ونص يقول إيه؟ دخل فيهم روح حياة من الله، ده العدد 11. الناس اللي عادوا إلى الحياة يعني المسيح قام بقوته الذاتية كإله يعني،
أو مثلا لعازر أو ابنة ييروس أو الشاب ابن أرملة اتنين قام بقوة، يعني المسيح أعطاه أمر أنه يقوم فقام. لكن هنا بقى الشاهدين دول عادوا إلى الحياة لما دخل فيهم روح حياة من الله، فوقف على أرجلهما ووقع خوف عظيم على الذين ينظرونهما، وهب لهم الله روح حياة. بعد كده في العدد 12 بيتكلم على صوت عظيم من السماء ودعاهم للصعود، فصعدوا للسماء في السحابة وشافهم أعدائهم. يعني ربنا تسبب في أن يعطيهم هذا المجد وهذه الكرامة عشان أعدائهم يشوفوا بعينيهم إزاي أن استشهادهم ما كانش هو نهاية، ولكن كان مجد وكان عظمة أنهم صعدوا إلى السماء. ولكن اللي حصل أنه في تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. الزلزلة اللي حصلت هنا دي بتورينا قد إيه هم رسالتهم كانت رسالة سماوية، والناس اللي لم يقتلوا بهذه الزلزلة شاهدوا بذلك، أعلنوا أن دي رسالتهم كانت رسالة سماوية، ولكنهم تابوا للأسف بس مش عشان هم عايزين يتوبوا ويعطوا المجد لإله السماء، ولكن هم يعني لم يريدوا أن ينتسبوا إلى هذا الإله، ولكنهم خايفين من الموقف اللي حصل. نعرف بقى عن الشاهدين دول أولا أنهم كانوا 2، وعلى فم الشاهدين بتقوم كل حجة. خدموا 3.5 سنين، ودي مدة خدمة المسيح نفسه، واستشهدوا من أجل الحق. المسيح أيضا صلب من أجل الحق وفي نفس المدينة، والمسيح قام بسلطانه، لكن هم وهبوا حياة، والمسيح صعد قدام الكنيسة كلها عشان يشد قلبها للسماء، ودول صعدوا قدام أعدائهم عشان يشهدوا لهم إن هم لم يغلبهم الموت ولكنهم صعدوا بمجد عظيم. نفس الزلزلة دي حصلت أيضا في صلب المسيح، برضو نفس الزلزلة حصلت مع الشاهدين. زلزلة مات فيها عشر الناس المعروفين بغلاظة قلوبهم وعشان يقدموا فرصة للتوبة. العدد 14 بيتكلم على الويل الثاني مضى والويل الثالث يأتي سريعا. هنا بقى بنتكلم على الزمن الأخير اللي هو مجيء الرب للدينونة، البوق الأخير اللي بيتكلم على مجيء الرب على السحاب. يعني بعد يعني كده زمان ضد المسيح انتهى، دخلنا بقى في زمان النبوءة عن مجيء المسيح. ثم بواق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين. وال24 قسيسا جلوس أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا له قائلين: نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت وغضبت الأمم، فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا، ولتعطي الأجر لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. صعد بقى إيليا وأخنوخ، بقى في فرح في السماء وأناشيد النصرة، وال24 قسيسا بيقدموا ذبيحة التسبيح والشكر، لأن مقاصد الله الإلهية قد بلغت تمامها وعظمتها، وكل شيء تم بترتيب من ربنا. وبعد ما تزول السماء والأرض الماديتان، وذبيحة الشكر والتسبيح اللي بيقدموها هذه المخلوقات السماوية علمت الكنيسة أيضا أنها تقدم ذبيحة التسبيح والشكر لله في كل حين في كل خدماتها. كل خدمات الكنيسة تبدأ بصلاة الشكر وبتسبيحة الشكر لله، تماما كما هي لغة السماء أنها تقدم التسبيح والشكر لله. العجيب أنها بتنسب لله أن هو بيعطينا كل ما هو عندنا، فنحن ننال القدرة العظيمة ونملك معاه إلى الأبد. ويقول: لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكت،
ولما جه يذكر ان الله بيكافئ الجميع قال الخائفين اسمه، يعني قال الصغار والكبار، فذكر الصغار الاول. يعني شوفوا مدى اهتمام ربنا ان هو بيهتم بالكل ويبتدي بالصغيرين الاول مش بالكبار. لكن يغضب على الاشرار ويهلكهم، وده ثمره طبيعيه لشرهم. يعني الشرير بيهلك بشره، يعني الله ما عندوش حب الانتقام او البغضه او الكراهيه لحد زي انفعالات البشر العاديين، ولكن الله في عدله بيترك الشرير لكي يهلك بشره. منظر بقى آخر أول مرة نشوفه، وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهد الله في هيكله. كلمة هيكل في اليونانية يعني قدس الأقداس، اللي هو الموضع اللي لا يدخله إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. وهنا بقى في سفر الرؤيا أول مرة نشوفه بينفتح وبيدخل الإنسان ليرى الله وجها لوجه في كمال مجده وعظمته، ويشوف تابوت العهد، فيدرك ان يعني يدرك وجود الله في اروع صوره من الصور اللي هو ممكن ان هو يشوفها. فيرى الله ولكنه يبقى الى الابد ولا يفنى. منظر عظيم جدا، يسكت اللسان امامه لا يستطيع ان يعبر، والاقلام كلها لا تستطيع انها توصف هذا البهاء والمجد العظيم. ونتامل وعد الله الامين ان احنا ندخل الى فرح سيدنا، ويكون الله لنا إلها ونحن نكون له أبناء. ده الجانب المفرح في اليوم الأخير. الجانب بقى الحزين اللي هو دينونة الأشرار، اللي هي البروق والرعود والزلزلة والبرد، دي ثورة عارمة بقى لن يراها إلا الأشرار، سوف يلمسونها بسبب شرهم وبسبب بعدهم عن الله. الله يعطينا نصيب صالح في هذا اليوم، نفرح معه لإلهنا المجد في الكنيسة دائما أبديا. آمين.